دول مصاري وحق فين اللي ودينا ولا فاهم. الله يسلمك يا دي. الله يسلمك. بدك من شنو؟ احلى ابو حسن. يلا السلام عليكم. الله معكم. يا سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير ان شاء الله. شوفي في اخباري عليك. علي انا شو عامل ليه؟ ايوه هذا الطحين اللي صاروا من المستودعات الفرنسيه. شو عم تحكي؟ مو مزبوط هذا الحكي بداتا. سد بوزك بشير، سد بوزك. هذا الطحين مسروق، مسروق من مستودعات الجيش الفرنسي. ومين سارقه؟ صاحبك العقيد. لك عقيد عزو، ما اجيت لعندك ونبهتك، ديروا بالكم في طحين مسروق من مستودعات الجيش الفرنسي، الا وسرقت طحين يخرب بيتك. اعوذ بالله، انا ما بسرق يا ابو جودات، انا شاريهم من تاجر. شاريهم من تاجر؟ اي نعم. ومين هذا التاجر؟ تاجر معروف بالسوق بيقولوا له فاروق. على كلين هذا كله بيبين بالتحقيق. نحن عنا طحين مسروق ولقيناه بدكانتك، ونحن ما بنشتغل بالنوايا. وانت زلمه واعي وعم تفهم علي، ما هيك؟ شو يعني؟ مين بيشتغل معك؟ هاي الشروه كانت بيني وبين عبده، بس فكيناها، وهلا عم يساعدني صهري بشير. الداعي. ابو جودات؟ نعم سيدي. شوف شغلك. حاضر سيدي. احترامي. مزيان؟ عيون. بتروح بتجيب لي السد عبده. عبدو اللي بيشتغل بوايكي يا بهيم. اه شو سد بشير؟ هل قدمت فيني شكوى انه انا ما عم بشتغل؟ امنتوا بالله؟ شايف قديش انا مرضي؟ اول شغله اجتني بتخصك انت يا حرامي الطحين. عسكر هاتوا العقيد وصهره. طول بالك ابو جودات. ما دخلوا ما دخلوا. خلص يلا بمشي لحالي. بس يا حي ابو جودات بشير ما دخلوا. بس يا شهد الله. اهلين اخي مزيان. اهلا وسهلا. اهلين فيك. شرف معي. لون بيشرف معك خير. شرف معي. جامع ما بدي اعلي صوتي. امشي امشي. ليش هيك عم تحكي معي يا ابن الحلال؟ شو عامل انا؟ ايش عامل يا سراق يا حرام الطحين؟ دوزن كلامك ولا تخلينا نرفع صوتنا ببيت الله. لك امشي اخ مزيان. استهدي بالرحمه. عود احكي لنا قصه. عود. استغفر الله العظيم. كمان بدي اقعد انا. شو معي الا بعدين بحكي لك القصه. لك يا اخي بدي امشي اخسر بعدين. يا لطيف كل هذا صار؟ اي والله هذا اللي صار يا انس. نطقتها للسلام عليكم. ايوه وانت شاريه من افارو؟ ايه اشتريناهم من زلمه اسمه افارو. وكل اللي بعرفه انه زلمه طيب وله سمعته، مو هيك ابو الحسن؟ والله هيك بيقولوا. بيقولوا انه زلمه بيخاف الله وبيصوم وبيصلي. بتعرفوا لك نمس؟ اه لا ما بعرفه. هالشي ما عرفني فيه، بس سمعت عنه يعني. سمعت حكي غير هالحكي. ايوه وشو سمعت عنه؟ انه واحد نصاب حرامي وبيكتب سندات على العالم، واحد ما بيخاف الله. ايوه ومنين سمعت هالشي؟ يعني بالسوق. الناس هيك عم تحكي. سمعت من الناس بالسوق يعني. بتعرف الناس بتودي لبعضها. لا ما شو هالمصيبه اللي بلانا فيها عبدو لك بشير؟ لا مصيبه ولا شيء. ربك دخيل اسمه. قبل ما يبلي بيصبر، وقبل ما يكسر بيجبر. تقي الله يا زلمه. شو بنا؟ تقي الله وخليك معي. امرك سيدي. قل لي لشوف. احكي لي قصه شربه الطحين من طاطا. للسلام عليكم. لا في طقطة ولا في سلام عليكم. كنا نروح لعند الزلمة أبو فاروق وكان في عنده شربة طحين. ايه ايه واشتريناها. وبعد منها يعني أنا ما عاد حبيت على القصة، طلعت من كل هالسالفة. وليش ما عاد حبيتها؟ الدغري ربحها عس معنا شوي، وأنا كنت معتاز مصرياتي. يعني مشان هيك طلعت منها. زنقك جاوب جاوب. ايه سيدي مشان هيك طلعت منها. هي اولها وقت علي على القصه. لا تعمل لها ايدين ورجلين. لك مو انت وبشير ومعتز سرقتوا الطحين من مستودعات الفرنساوي وبدكم تتبلوا هذا الدرويش المحترم فاروق؟
اعوذ بالله، شو هالحكي هذا يا ابو جودات؟ سلام قولا من رب الرحيم. نحن ما بنسرع عمي، ما بنسرع، ما بنمد ايدنا على الحرام. شو هالحكي؟ نسيت حالك مين انت؟ انت كلك على بعضك واحد اندبوري شحات، نسيت؟ هلا شو في داعي لهالحكي هاد؟ لا تغلط، الله يرضى عليك، انا رجال بخاف الله وما بمد ايدي على الحرام، ما في كلام. تخاف الله؟ اي الله ياخده. ولك كل الحارة بتعرف تاريخك؟ دي واحد سرسري اندبوري حقك فرنك؟ نسيت؟ نسيت شو عملت السنة الماضية بالبايكة؟ ولو ما زعل عليك عمك أب حاتم الله يرحمه وعمك أب قاسم ورجعوك على الشغل، كانت الكلاب شحطتك من الجوع؟ هلأ شو في داعي لنبش الدفاتر اللي عطيها أب جودات؟ من آخره أنا رجال لقمتي بالحلال، ما بأكل غير حلال. اللي عمل هديك العملة ممكن هلأ تسوي له نفسه يعملها مرة ثانية. مزيان عيونه نزله، نزله لتحت، خلي ياكل لقمته بالحلال، وجيب لي هداك الشريف العفيف معتز، ولا تنسى تذكرني نروح نجيبه لهداك أفاروه الدرويش المسكين. من عيوني لك يا شو الله، طول بالك لك أخي، روح عم نحكي. لا حول ولا قوة إلا بالله. تقبر قلبي شوي. يا عمى معتز وعبده لك قلنا له 100 مرة، فتحت بيت، فتحت شغل، خليك بحالك، بعدي على فرنساوي، شو بدك بالعالم؟ انه شغله بتنحل اذا رحنا لعند ابو جوده. والله ما بعرف. لك شو كان بده بهالشغله هذا معتز؟ ومنين تعرف لي عليه لهذا ابو فاروق؟ منين تعرف؟ هذا واحد نصاب محتال، اذا غلي سعره بيكون حقه نص فرنك، مو تبع سبع طوالق. ايه. ولك هذا من ظهره من حبس لحبس، كيف بفوت وكيف بيطلع ما حدا بيعرف. شو عرفوا على معتز؟ في غير عبدو. لا يا ابو جودات لا، مو معتز اللي بيعمل هيك، انا مالي حرامي. شو عليك لعبيد؟ توزن كلامك ابو جودات. اعود عود. انت صاحبي لطحين مسلوب وين لقيناه؟ بدكانته. يعني نحن ما عم نتبلاك تبلي، عيب. انت صاحبي وحبيبي وعقيد حارة الطبع، وانا من فتره نبهتك وقلت لك في طحين مسروق من مستودعات الحكومة الفرنساوية، إيش كان انعرضوا عليك لا تشتري. على كل حال أنا بعت ورا فاروق مشان يبين مع الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فهمان عقيد؟ ماشي يا أبو جودات ماشي. شو يعني ماشي؟ لك عزو أنا عم بحكي معك بالحسنة وأنت عم تهددني، وعزة الله بتم بسلخ فيك فلا، بسلخ فيك فلا، بسلخ فيك فلا لحتى يوصل صوتك لجوجلا، فهمان؟ اوعك على صوتك. ها اسمع، بدك تحكي لي شروة الطحين شلون اشتريتها؟ من ساسها لراسها، والا وعزة الله بنزلك على المنتزه لتحت، وبتعرف شو بصير فيك بعدين. شو يعني ما لهم بين؟ والله يا مرت عمي ما لهم بين، ووصلني خبر انه بالحبس. وليه على امتي؟ دخيلك يا عمي دخيل، رجليك معتز وين؟ طولوا بالكم طولوا بالكم، الله يرضى عليكم، نعم من هلا طولوا بالكم، لا ينشغل بالكم. شلون ما ينشغل بالنا؟ وينه معتز؟ لك عنده قصة هيك. قصة شو عمي؟ لك عمي شاري شروة الطحين طلع مسروق. ايوه وشو دخله معتز؟ ان شاء الله تهمين معتز فيها. هيك شيء. ولي على قامتي؟ عمي شو ناوي تساوي؟ لنشوف والله ماني عرفان. شو لنشوف يعني رح يبات بالحبس اليوم؟ هيك ليلى وانت عنا انت حتباتي عنا. يا على عمدي عليك يا مهدي. طولي بالك تقبريني. لك لا تفاولي على الولد ولي. خلاص خلاص سارة مساء الخير. مساء النور يا عمي. شرف عود يا عمي تفضل. شو بن عمي على الشمط اللي عم يطلي بالحارة؟ شو صاير؟ متهمين ولا معتز انه سارق طحين من المطحنة؟ معتز ما غيره، هذا اللي شايف لي حاله عامل لي زقرته قبضة يسرق. ايه لأ شو ايه لأ؟ شو عم قلك هالزيرة أنا؟ معتز شاري طحين مسروق. يعني يا أبي هلأ الواحد كيف فينه يعرف إذا هذا الطحين تبع الحكومة ولا تبع التجار؟ هلأ بيعرف ولا ما بيعرف هذا الشيء ما بيهمنا أبداً، بيهمنا يطلع هذا المسكين انحبس هو وبشير وعبده. شي عبده وبشير ومعتز محبوسين؟ والله العيلة من يوم يومها ما بيطلع منها غير المشاكل والبلاوي. لا وهي كمان عصام انسرقت بنته وحلف ما بيرجع على البيت ليرجعها. فريال بلا حكي ما له طعمه. ابن عمي مشان الله، والله ناطف قلبي على ما بقى هالبحصة وانكت الخمير والفطير، معلش احكي. هلا انت لسانك عم يقعد بحلقك،
لحتى معليش تحكي؟ هاتي لشوف، هاتي شرفي، شو بدك تحكي؟ اللي بدي اقوله ابن عمي انه هي العيله لازم تطلع من الحاره. لازم تطلع من الحاره؟ ايه لازم تطلع من الحاره ومن كل بيت، لانه العي والاخذ والعطا والمصايب والمشاكل وكل شيء عم يصير عم يطلع من ورا هداك البيت. اي والله يا خالتي كلامك جواهر. هلا خلاص بلا حكي بلا طعمه. حكي ما له طعمه؟ واللي عمله ابو عصام وقت اللي تجوز الفرنسيه وابنه اللي تجوز وحده يهوديه ولا بنته جميله قليل شو عملت هديك السنه ببشير ولا دلال خانه نسيان انت شو عملت بسمعه؟ لا وسعاد المقوصه اللي رافعت لي من خاره للسما وما حدا بيقدر بيوصل لعندها وكل شيء كوم واللي عمله ابو عصام كوم وقت اللي تجوز فوزيه مرت جاره وصديقه ابو بدر كله هذا كوم تاني ليش قليله هاي قليله ابن عمي اي والله ما بيجوز هذا الحكي اي خلصنا بقى خلصنا بقى خليهم يحلوا عنياءتنا وينزلوا من على كتافنا وخليهم يتركوا هالحاره تتهنى وتسعد وتهدى وتركم منهم اي والله يا خالتي درر كلامك درر هلا قومي اعملي لي كاس شاي قومي قومي حاضر ابن عمي وينو اخوك قاعد ما رضي يجي اليوم يا عبي عدو ينام بالبايكه يا عبي خلينا نعمل له عرس من جوزه بلكي بيصير بينضب بالبيت لا يا عبي لا مو حلوه مو وقتها هلا لك مانك شايف شو صاير بالحاره لايمتى يا عبي لايمتى بلكي معتز طلع حرامي وراح له فيها 6-7 سنين وعصام ما رجعت بنته لا قدر الله ما بنعمل عرس لاخي يعني يا بي سكر هلا على هالموضوع بنفكر فيه بعدين بنفكر فيه اللي بدك يا بي اللي بدك يا شو زافه صاير عم تحن على اخوك قاو لا يا ابو جوده لك انا بدي بيع طحين مسروق طوي بالك فارو طوي بالك فارو هدنك العواطلية عم بتهموك انك انت عم تبيع طحين مسروق الله بجاه ربي لا يسامحه بحياتي ما بعت طحين مسروق انا الله بيعرف لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم شو نعمل هلا؟ لانه هدول اندال اجا لعندي عبده وقال معتز بده يفتح محل حبوباتي وبده عدس وبده حنطة وبده حمص انا قلت له يا حبيب قلبي انا ما بدين هاي القصة عندك جودات الله وكيلة ايوه هلا فهمت عليك وعرفت شو الكواري كلها من اولها لتاليها ايه ها معلومه بجوده بعدين جايبني على ملات وشي اتركني نايم لوش الصبح لك شو صار بالسندات المسروقه والبنت اللي خبرتك عليها ماشي ماشي والله لحد هلا ما صار شيء عفارو بصراحه هز لي كتافك لك هزون 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 ان شاء الله ما مصير عفارو ان شاء الله ما مصير على عيني على عيني ان شاء الله ان شاء الله كله بصير خير بصير خير ايه سيدي بدك بقى مني شيء شغلة 10 دقايق رح اخذ افادتك وانك الله معك مع السلامة هون هيك بيحكي افارو افارو ما بيكذب سمعانك عبدو افارو ما بيكذب بيني معناها هو الحرامي ما في كلام ما في كلام انتو الحرامية مو هو لك لك يا ابو جودات لك مشان الله دي صلك عايش بالحارة وبتعرفنا واحد واحد يعني ممكن نحن نتعايط نتخانق نضرب بعضنا البعض اما نسرق الله ما قال هاي يا ابو جودات عمي بشير الورق قدام مني هيك بيقول الله سبحانه وتعالى بالعين ما انشاف بالاعلن عرف يعني معقول نحن الثلاثه نسرق البضاعه وفوق كل هذا نحطها بالمحل على عينك يا تاجر معقول عمي بشير انت اطلع منها ما خصك بنوب معتز وبس وانا انت روقنا بيمشي حالك ومعتز معتز بده يتحول على المحكمة شغلته كبيرة كتير لا ما حذرت أبو جودات ما حذرت بالمرة اتركوا بشير اتركوا أنا اللي بدك يا أبو جودات اللي بدك يا قوم عمي بشير يسا لسا بيلي روح لك يا أمة الله روح بشير روح توكل على الله اللي كان بقى الله بده يصير وخلي عبده كمان يروح عنده عيال مو شغلة أنا بحدد من بيروح من بيضل لا حرك عمي مزيان نزل لي العقيد لتحت لا طول بالك مزيان طول بالك خلو نزلوا نزل ايدك بعرف ياسر عمي بشير ياسر يا اخي جودات حبيبي انت عرق عيني يعني انه بالعاده هيك المرقه شلون ما كان عمي بشير الله يرضى عليك شغلته كبيره كثير ما لها حل الله معك تسر تسر ايه بعين الله السلام عليكم سلام انا السلام عليكم عبدو خير
نوال بتروح على البيت، ما في نوال ما في بيت. شو هالحكي هذا؟ اعوذ بالله من غضب الله. الرشوه حرام يا ابو جودات، حرام شرعا على السبع مذاهب. مزيان صلي على النبي يا رجل، طول بالك، روق شوي. مو الرشوه حرام؟ حكما حرام، بس عليه افضل الصلاه واتم التسليم، قبل الهديه بزماناته. ما سمعت بتهادوا وتحابوا نوال؟ تحبك العافية. استغفر الله العظيم واتوب اليه. استغفر الله العظيم. كلهم كلهم هاتهم هاتهم. لا حول الله يا ابو جولة، اتقي الله يا ابو جولة. هاتهم مشان تروح على البيت هاتهم. شرف سيدي. درمي. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منك. درمي. بعت لكم حمار. Hey!